حنين الأرواح. نزهة للمحبين في حدائق كلام العارفين وبساتين أحوال الصالحين، للاستمتاع بعبير نسمات الوصال في حضرة الجمال والكمال. حنين الأرواح، إعداد وتقديم عبد المجيد أمزال، إخراج هند كنينير. اللهم صل على حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك سيدنا محمد، الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة، وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة، وقلت في حقه إجلالا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توجته بتاج الجمال، وألبسته لباس الكمال، وزينته بأشرف الخصال، فاللهم صل عليه وعلى صحبه والأهل. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم حنين الأرواح. أخي الكريم وأختي الكريمة، قلوب أهل المعرفة خزائن الله في أرضه، يضع فيها ودائع سره ولطائف حكمته وحقائق محبته وأنوار علمه وآيات معرفته التي لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد دون الله بغير إذنه سبحانه. فينبغي أن يكون العارف عالما بصلاحه وفساده، مستقيما على معاملته، عارفا بربحه وخسرانه، حافظا له من مكابدة عدوه، مستعينا بالله في ذلك كله، وأن لا يدع في قلبه مكانا لغيره. فإن الله تعالى إذا اطلع على قلب فرأى فيه غيره مقته وخذله وسلط عليه العدو. ومعاملة القلوب لله خاصة، ومعاملة الجوارح مختلطة. معاملة القلوب تقبل بغير الجوارح، ومعاملة الجوارح لا تقبل بدون القلب ولا تستوجب الثواب. يروى أن موسى عليه السلام مر بقوم من بني إسرائيل قد لبسوا الجلود، وقد جعلوا التراب على رؤوسهم، ودموعهم منحدرة على خدودهم، فبكى عليهم رحمة لهم وقال: إلهي، أما ترحم عبادك؟ أما ترى حالهم؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، انظر هل نفدت خزائني؟ أولست بأرحم الراحمين؟ كلا، ولكن أعلمهم بأني بذات الصدور خبير، يدعونني بقلوب خالية عني، مائلة إلى الدنيا. ويروى أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام مر برجل ساجد على صخرة منذ 300 سنة، كان يبكي ودموعه تجري على الأودية، فوقف عليه وبكى لبكائه وقال: يا إلهي، أما ترحم عبدك؟ فقال تعالى: لا أرحمه. قال موسى: ولما يا رب؟ فقال الله تعالى: لأن قلبه يستريح إلى غيري، وكان له جبة يستتر بها من الحر والبرد. أخي الكريم واختي الكريمة،
القلب محل نظر الرب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الحديث: لا يستقيم عمل العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يروى أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى، قل لبني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب وجلة وأبصار خاشعة وأبدان نقية ونية صادقة. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: قلب المؤمن مضغة جوفانية، حشوها جوهرة ربانية، حولها روضة فردانية، تحتها ساحة نورانية، والله تعالى ناظر إليها في كل لحظة بالرحمة والشفقة، ويحول بينها وبين ما يشغله عنه. قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقيل: معاملة القلوب أمر شديد، والثبات عليها أشد وأصعب. لذلك قيل لبعض أهل المعرفة: عبد فقد قلبه، متى يجده؟ فقال: إذا نزل فيه الحق. قال: ومتى ينزل؟ قال: إذا ارتحل عنه ما دون الحق. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا، ومثلي من يفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا، ومثلي من يفي؟ وبعذل نفسي، ما لي سوى روحي، وبعذل نفسي في حب من يهواه وليس بمسرفي. فلا إن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى: معاملة القلوب على عشر مدارج. أولها الخطرات، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم الفكر، ثم الإرادة، ثم الرضا، ثم الاختيار، ثم النية، ثم العزيمة، ثم القصد، حتى يبلغ إلى عمل الظاهر. فمن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند الخطرات فهو على مدارج الصديقين، ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند حديث النفس فهو على مدارج المقربين، ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند الهم فهو على مدارج الأوابين، ومن قام لله على حفظ معاملة القلب عند الفكرة فهو على مدارج المخلصين،
ومن قام لله فحفظ معاملة القلب عند الإرادة فهو على مدارج المريدين، ومن قام لله فحفظ معاملة القلب عند الاختيار فهو على مدارج المتقين، ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند النية فهو على مدارج الزاهدين، ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند العزم فهو على مدارج المنيبين، ومن قام لله فحفظ معاملة القلب عند القصد فهو على مدارج المجتهدين، ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب على عمل الظاهر فهو على مدارج العابدين من عامة الموحدين. قال إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى: لأن ترد قلبك إلى الله تعالى ذرة خير لك من جميع ما طلعت عليه الشمس، وما من أحد صفى قلبه من أدناس الشهوات فطهره من غبار الغفلات ونقاه من كدورات الغوايات إلا أطلعه الله على غاية الغايات. ويقول بكر بن عبد الله رحمه الله في قوله تعالى: وجاء بقلب منيب، قال: الذي يمشي ببدنه على الأرض وقلبه معلق بالله تعالى. وقيل لأبي عبد الله رحمه الله: ما القلب السليم؟ قال: قلب منقطع من علائق الدنيا، مملوء من حب المولى، لا يشكو من الشدائد والبلوى، ولا يهتك أستار الصيانة والتقوى. حققني الله وإياكم بحقائق أهل القرب، وسلك بنا وإياكم مسالك أهل الحب، وأقامنا بصدق العبودية في مشاهد أهل الاصطفاء والحب. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو مولانا ونعم النصير. دامت لكم الأفراح، وإلى حلقة أخرى من حنين الأرواح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنين الأرواح. نزهة للمحبين في حدائق كلام العارفين وبساتين أحوال الصالحين، للاستمتاع بعبير نسمات الوصال في حضرة الجمال والكمال. حنين الأرواح، إعداد وتقديم عبد المجيد أمزال، إخراج هند كنينير.